أنا وحياة نصار وجبرة وكورة محشر وتهريب كان عصر علينا وكل شيء. أبو ميلاد، نعم، شو بتخبر؟ شو بتقول لأحفادك؟ شو بدي أقول لك؟ شو بتليش يعني؟ شو بتعطيهم وصية؟ بتعطيهم حكمة بالدنيا؟ يكونوا مخلصين، يكونوا متدينين، يكونوا أمناء، شو؟ هيا أبو كمال، شو بتحب تحكي كلمة؟ بتمنى لهم الخير، بتمنى لهم السعادة، شو بدها تتمنى لهم غير يعني؟ بس بتمنى لهم السعادة أكثر إشي. أبو البير، أنا عشت أولادي اثنين عام فيهم، البير وحنا وأحفادي. الله أعطاني عمر عشت لحتى تنعمت فيهم، وهذا أكبر نعمة. أنا عارف. الله يقويكم. الله يخليك ويوفقك.